الإمام وقد جهز العنب المسموم. ولما دخل الإمام قام اللعين استقبله صافحه مصافحة الملاق وأجلسه إلى جانبه وأقبل يتحدث إليه، ثم قال: كل من زادنا يا ابن رسول الله، ألا تأكل؟ قال: أعفني. قال: لابد. تفضل كل، أو تتهمنا في شيء يا أبا الحسن؟ فمد إمامي وإمامكم يده الشريفة إلى عنقود العنب وأكل منه 3 حبات ورمى العنقود من يده وقام من ساعته. إلى أين يا أبا الحسن؟ قال: إلى حيث وجهتني. فخرج مغطى الرأس، عظم الله أجوركم. أقبل، هي العلامة التي أخبر بها أبا الصلت الهروي: إن رأيتني مغطى الرأس فقد سقيت السم. عظم الله أجوركم. وإذا أبو الصلت الهروي ينظر وقد أقبل الإمام متغير الألوان: مؤمنين، عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. فأقبل الإمام إلى الدار، رمى بنفسه وأخذ يجود بنفسه، السموم كالسكاكين كالمواسي تقطع أحشاءه الشريفة. فلما حس بدنو الأجل أشار إلى ناحية المدينة. أقبل إمامنا أبو جعفر الجواد، رأى أباه بتلك الحالة منقل على فراش المنية، احتضنه، قبله، ضمه إليه ودمعته ساكبة مختنق العبرة. أخذ يبدي وصايا وصية بعد أخرى حتى إذا أتمها عرق جبينه، سكن أنينه، وعند احتضار الموت مد يديه، أسبل رجلي، أغمض عيناي، قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي وإمامه؟ إمام، إمام وإماما، إمام. غريب، غريب وإمام. شهيد، شهيد وإماما. مسموم، مسموم وإماما. حتى إذا جهز الإمام، عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء، وطوس قد تزلزلت بأهلها، ماجت بأهلها كموجان السفينة براكبها. هذا يلطم رأسه، ذاك شق جيبه، وهذا ينادي وإماما. آخ، شالوا الجنازة والحزن خيام على طوس، طلعت رجال الحكم كلها مهبط الرؤوس، الكل يلطم هامة ريس ومرؤوس
عرش العلي لو للجوادي سيخ ويمي بالنوح راد الطوس تتزلزل بهلها ومن البواكي قوضت باللطم كلها ضاق الفضاء والكل عبراته يهلها وصارت الضجة بين تكبيرا وتهلي إلا وصلوا ابن عشاه والخضق تلطم على الها قصد الرجس يترايك قبر هارون قدام ظهرت براهين ونظرها الخاص والعه حفرة وقبر طبق الوصية وعلى التفصيل عند الدفن جال الجواد وعاينه له ومد بقبره وعبرته بخده هموله اتصور غربته لا اخوان ولا حموله الا ما حد حضر له من بني الزهر البهالي الا يا طوس طبت بالرضا وطابت نواحيك ضامن الجنة ثامن اليمة ثامن اليمة ثوابك فزت بقبره وبيه رب العرش رب العرش حابك طول النهار الخلاق مزدحمة معلق وقبران بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا وجيها اشفع لنا يا وجيهان لديكم حوائج متعسرة دقائق اطلبوها اطلبوها جزاكم الله خير اطلبوها في هذه اللحظات بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحق صاحب هذا اليوم.